ولتحضير عجينة الكبة رح استخدم كيلو من البرغل الأسمر وأنقعه بسبع كاسات من المي الباردة. بغطي وبتركه لغاية ما يتشرب كامل كمية السوائل، تقريباً بياخد 45 دقيقة. رح أطحنه مع نص كيلو من اللحمة الخالية من الدهن وحبة بصل كبيرة. وهلأ رح استخدم مفرمة اللحمة والشفرة اللي كتير ناعمة، بطحن البرغل بالتناوب مع اللحمة والبصل. رح أكتفي بطحنه لمرة واحدة فقط، فينا نطحنه مرتين حسب ما منشوفه مناسب إلنا. بضيف البهارات والملح، البهار عبارة عن فلفل أسود وكمون وشوية زنجبيل، فينا نضيف أي نوع بهارات إحنا منفضلها، ونبدأ نستخدم عضلاتنا ونعجن العجينة كتير كويس لتمتزج المواد مع بعضها. وإذا شفنا العجينة ناشفة فينا نضيف لها مي ونعجن. وهلأ صار دور التشكيل، بمسح إيدي بشوية زيت وباخد مقدار من عجينة الكبة وبكورها وبعمل حفرة من الوسط، وبعدين برفعها وبرققها حسب السماكة اللي بدي اياها. بحط مقدار من الحشوة وببدأ أزمها من الطرفين من فوق ومن تحت، ولحتى أتأكد إني تخلصت من جميع الشقوق بملسها بمي باردة. ومجرد ننتهي بنقليها بزيت حامي وغزير، ما منكتر يا دوب ست حبات وما منحركها ابدا، منرشها بنزهت من فوق لحتى ما تتشقق، ومجرد تتحمر من تحت بقلبها على الوجه الثاني، وبس تتحمر من تحت بنشلها وبتصير جاهزه للتقديم. شوفوا ما شاء الله كيف طلعت مقرمشه، جربوها رح تعجبكم وبالعافيه.